في مشكلة متطرفة شوية عندنا على الصفحة. صفا بتقول إن ابنها من كتر ما هو مرتبط بيها وعنده 5 سنين بدأ يحط روج وعايز يقلب بنت. هو هو مقتنع انه مقتنع بنت، إن مفيش بنت، مفيش اب، في اب، هو يعني عايز مفيش يبقى اخوات، زي، مفيش اب. هي ايوه كاتبة اساليها صديقتنا الابن، المتصلة. الابن يقلد الاب والبنت تقلد الام. عدم وجود اب لازم يكون فيه ذكر في حياة هذا الذكر، ده زي من خال، زمان زي مدرس، زي مطلقة، هي اخ مطلقة. كبير. مطلقة يبقى فيه خال، فيه يبقى في لازم جار، اخوها، فيه اخ، فيه بابا زميله، بابا مش عارف مين، يعني في لازم يكون فيه اصحاب في ميل فيجر. الحضانة، بالظبط، في لازم يكون مدرس. فيه ذكر في الموضوع. الذكر، الطفل بيقلد الذكر والبنت بتقلد الام. سريعا في الموقف البنت بتاعت صفا ده، حاليا الى ان نحاول ان احنا نعمل حلقة مشابهة كده في الحاجات اللي زي ما دي، احنا قلنا تعمل ده بتعمل ايه سريعا؟ فورا، يخرج تبحث مع حد، يروح عن يصلي رجل، الجمعة، يروح مش عارف حد الكنيسة، يصلي جمعة، يلعب تلعب كورة، كورة مع ولد، مع مع أولاد، ولد، لازم مع يبقى أولاد، يلعب مع صحيح. مش أولاد. البحث عن البطولة، نموذج الأب في الحياة، لازم يبقى ده خال بقى، نموذج عم، الولد، لازم جنس، يتعلم نموذج ولد. ابن عم كبير، ابن خالة كبير، جد، جد، لو جد، جد موجود، جد موجود. بمعنى يكون فيه ذكر في الحياة. احنا لازم نراجع نفسنا في كلمات بنقولها، في طبعا، سيطرتنا من غير وما نخافش من تسلط، الغيرة قوي على فكرة. وما نخافش من الغيرة لا، ونعبر عن انا حبنا اكتشفت حاجة ونتلامس مهمة قوي بشكل كمان، كويس. ان الغيرة علاجها المواجهة، طبعا وان انا طبعا، اتكلم شفافية، مع ولادي وان انا مفتاح، افهمهم ان انا عارفة مشاعرك، انت دلوقتي غيران وانا بحبك جدا وبموت فيك وما تزعلش. ونستخدم كل الوسائل من المواجهة المباشرة، الضحك، الهزار، تحويلها إلى لعبة. دكتور نبيل، نستخدم كل الوقت حاجة. طبعا للاسف خلص بسرعه ولسه في فقرات، بس شرفتنا ونورتنا ربنا وهنكمل يخليك فيها في محاور تانية مهمه إن قوي شاء الله. في الفايل ده.